وهذا سائل يقول: هل ثبت في السنة بعد الانتهاء من صلاة التراويح القيام بإنشاء دعاء جماعي، ومما في هذا الدعاء بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا بدعة؟ أبدا، ما بعد التراويح ولا في أثناء التراويح ما فيه دعاء جماعي، هذا بدعة، هذا بدعة لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا القرون المفضلة. الصلاة تراويح تؤدى متتابعة إلى أن ينتهى منها، وليس بينها دعاء جماعي ولا رفع صوت ولا غير ذلك. نعم.